أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي أفضل الكتب التي ينصح بها فضيلتكم في أسباب النزول وفي إعراب وبلاغة القرآن؟ أسباب النزول فيها مؤلفات، منها أسباب النزول للواحدي وهو كتاب مشهور ومطبوع ومتداول. أسباب النزول للواحدي وفيه غيره من الكتب، وكذلك منبثة، أسباب النزول منبثة في كتب المفسرين، يذكرون سبب النزول مع تفسير الآية. هذا أسباب الكتب التي فيها أسباب النزول، موجودة في كتب التفسير وموجودة مفردة. ذكرت لكم واحد من المفردات في أسباب النزول. وأما إعراب القرآن من جهة النحو، هذا فيه كتاب العكبري، إملاء ما من به الرحمن في إعراب القرآن، مفرد في الإعراب. ويوجد الإعراب في ثنايا التفسير أيضا، المفسرون يعربون الآية ويبينون إعرابها. وأما البلاغة، هذه بلاغة القرآن أيضا تجدونها في التفاسير، لا سيما تفاسير المتأخرين يعتنون بالبلاغة، مثل الزمخشري يعتنون ببلاغة القرآن، مثل أبي حيان في البحر المحيط. نعم.